بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم طلبة وطلاب المرحلة الثانوية، خاصة تالتة ثانوي. والفيديو طبعا ده هيفيدك جدا لأن ده جرامر متخصص في تالتة ثانوي، ولكن لو أنت طالب أولى وتانية ثانوي الفيديو ده هيفيدك برضو جدا 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 إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله يا شباب مع بعض سلسلة، هنبدأ نقسمها كده فيديوهات قصيرة، ولكن في كل فيديو هنبدأ ناخد شوية معلومات مهمة جدا بخصوص الجرامر بتاعنا، وهنبدأ نطلع أهم جزئيات الجرامر اللي موجودة في المنهج ونبدأ نشتغل معها تفصيلا إن شاء الله من خلال الأسئلة. هنسمي الله كده ونشوف أول سؤال. Having a نقط the shopping she started to prepare lunch. أول مفتاح هتشتغل عليه كلمة having. كلمة having هنا أصلا يا شباب بتساوي كلمة after. طيب after بيجي بعدها ماضي تام. طيب كلمة having هيجي بعدها ماضي تام كجملة كاملة؟ لا، هيجي بعدها تصريف تالت، يبقى having done. having done يبقى الجملة هنا معناها بعد ما عملت الشوبينج بتاعها بدأت تجهز الغداء، يبقى كلمة having done having يجي بعدها تصريف تالت. خلي بالك طبعا ده جرامر بتاع الماضي التام مع الماضي البسيط. طيب رقم 2. We arrived an hour late. احنا وصلنا ساعة متأخر. The film not an hour earlier. هنا يا شباب انا قدام حدثين، حدث اول وحدث تاني. احنا وصلنا ساعة متأخر والفيلم كان بادئ من ساعة بدري، يبقى الحدث الأول هنا كان إيه؟ بداية الحدث الأول اللي هو حدث بداية الفيلم أو إن الفيلم بدأ، يبقى الفيلم بدأ هنا خليها في الماضي التام، يبقى نقول We arrived an hour late. The film had begun an hour earlier. يبقى حدث أول مع حدث تاني. تمام. السؤال رقم 3. The baby had drunk all the milk before. يبقى المفتاح اللي انا هشتغل عليه هنا كلمة before. جه قبلها ماضي تام، جه قبلها ماضي تام، يبقى على طول عايز بعدها ماضي بسيط. بس هلاحظ ان كلمة before هنا ما جاش وراها يا شباب فاعل، وطالما before ما جاش وراها فاعل يبقى انت على طول تاخد gerund. يبقى احنا كده لازلنا ماشيين في جرامر بتاع الماضي التام مع الماضي البسيط. هنا before يجي وراها الفيرب زائد i يعني جي. طب لو جبت after بدون فاعل برضو يجي وراها الفيرب زائد i ان جي. تمام. السؤال رقم 4. By the time I took a break. المفتاح اللي هتشتغل عليه هنا كلمة by the time اللي هي بتساوي كلمة يا شباب before، اللي هي بتساوي كلمة before. يبقى by the time جه بعدها ماضي بسيط، يبقى انا عايز بعدها على طول ماضي تام كحدث اول. يبقى by the time I took a break قبل ما الوقت اللي قبل ما اخد فيه الفسحه بتاعي او الراحه بتاعي هتبقى I had finished my work. انا انهيت العمل بتاعي، يبقى عشان كلمه by the time جه بعدها ماضي بسيط فانا هاخد بعدها ماضي تام. تمام. السؤال رقم 5. هنا برضو لازلنا في رقم 4 اللي هو بيتكلم على حدث اول وحدث تاني. تمام. She not ill when I visited here. طيب المفتاح اللي معايا هنا كلمة when. when لها قواعد كتير خالص، يجي قبلها ماضي بسيط وماضي بسيط، ماضي مستمر وماضي بسيط، ماضي تام وماضي بسيط، لها قواعد كتير. بس هنا هتخلي بالك ان الكلم الفعل اللي انت بتشتغل عليه كلمة seem اللي هو يبدو. طيب يا ترى يا اولادي كلمة seem تنفع تيجي في الماضي المستمر؟ لا ما تنفعش. طيب ليه ما خدناش has seemed؟ طب has seemed اصلا الجمله جه بقى وين جه بعدها ماضي بسيط، فانا عايز قبلها ماضي بسيط او ماضي مستمر، فانا هنا هاخد يا was seeming يا اما seemed. بس كلمه seem ما بيجيش في الماضي المستمر، فعشان كده هختار على طول ماضي بسيط. يبقى she seemed ill، كانت تبدو عليها ان هي تعبانه when I visited her عندما زرتها. طيب السؤال رقم 6. when السؤال رقم 6. while I not at home a man knocked on the door. طيب while يجي بعدها ماضي مستمر، يبقى المفروض هياخد was being. بس هنلاحظ ان كلمة be اصلا ما بيجيش في المستمر، يبقى هياخد على طول was. يبقى while I was at home while I was at home. طبعا هنا المفتاح بتاع كلمة while. يبقى while I was at home
A man knocked on the door بينما انا كنت في البيت واحد خبط على الباب. يبقى هنا القاعدة ديت مهمة جدا اوعى تتلخبط فيها اللي هي قاعدة مين يا شباب؟ while جه بعدها المفروض ماضي مستمر اللي هو was being، بس كلمة being ما بيجيش في المستمر اصلا، كلمة be ما بيجيش في المستمر، فخدنا عشان كده was. ودي كمان قاعدة من قواعد while ان يجي وراها ماضي مستمر او ماضي بسيط اذا كان الفعل الاساسي هو verb to be. تمام، يبقى رقم 6 كده تمام. رقم 7 I not breakfast before I went to school. المفتاح معانا هنا كلمة before قبل، جي بعدها ماضي بسيط. طيب انا عايز قبلها ماضي بسيط، فقال لك I eat always ما تنفعش. طب I always eat، اولا eat always ما تنفعش لان كلمة always دايما اللي هو ظروف التكرار دايما هتيجي قبل الفعل الاساسي، ف eat always مش نافعة، و eat always برضو كمان مش نافعة. طيب هنا بقى عندي اتنين always eat او always eat. طيب القاعدة الرئيسية بتاعت always يجي معاها ماضي بسيط، يجي معاها مضارع بسيط، always عايزة معاها مضارع بسيط، ولكن لاحظت الجملة هنا فيها before وجي بعدها ماضي بسيط، يبقى انا بتكلم هنا على احداث كانت بتحدث في الماضي. يبقى انا دائما كنت باكل الافطار بتاعي قبل ما اذهب الى المدرسة والكلام ده كله هيبقى في الماضي. يبقى I always eat مش eat، يبقى هنا always جي بعدها التصريف التاني وبقت هنا اللي شغلناها في زمن الماضي البسيط. تمام، يبقى دي قاعدة مهمة. يبقى تاني كده يا شباب always هيجي بعدها الفعل، فهيبقى هيختار يا اما always eat يا اما always eat يا اما always eat، ولكن الجملة هنا في الماضي فعلى طول هختار معاها always eat ماضي بسيط. تمام، السؤال رقم 8 She didn't send the message to her father until she not. القاعدة على طول هنا المفتاح بتاع كلمة until، جه قبلها ماضي بسيط منفي، ماضي بسيط منفي الوقت didn't send، يبقى أنا عايز بعدها على طول ماضي تام. طيب هنزل تحت ألاقي في الماضي التام اتنين had written و had been written. had written ماضي تام في الأكتف و had been written ماضي تام في الباسيف. طبعا انا هنا مش عايز باسيف لان هي اللي كتبت هي اللي قامت بالفعل، فنختار طبعا she had written. يبقى she didn't send the message to her father until she had written it، يعني لم ترسل الرسالة الى والدها حتى كتبتها او حتى انهتها. طيب السؤال رقم 9 on not the good news I found my parents. فكر كده شباب، هتلاقي معاك المفتاح هنا كلمة on يجي بعدها على طول الفيرب زي اي ان جي. يبقى بدأت فوق وقلنا كلمة having جبت بعدها تصريف ثالث، ولكن هكمل هنا واقول on يجي بعدها الفيرب زي اي ان جي. يبقى on hearing the news I found my father I parents، يعني عند سماع الاخبار الجيدة اتصلت بوالدي على طول. هنا بتكلم على احداث آنية، احداث تحدث في آن واحد at the same time. طيب السؤال رقم 10 not finished my work I went home. طبعا هنا يا شباب هختار having. طيب ليه يا مستر خدت having؟ عشان هنا المفتاح اللي معايا تصريف ثالث، دي زي رقم واحد بالظبط، رقم واحد جاب لي having وانا اخترت تصريف ثالث، وهنا رقم 10 جاب لي التصريف الثالث وانا اختار معاه على طول كلمة having، يعني بعد انهاء العمل بتاعي ذهبت الى البيت. تمام، رقم 11 by 2014 ده المفتاح يا شباب، by وسنة ماضية، by وسنة ماضية، by وسنة ماضية على طول هتشتغل معاها ماضي سنة ماضية بتشتغل معاها ماضي تام. يبقى by 2014 not for novels it was a great achievement. يبقى طبعا had written، يعني بحلول 2014 كنت انا انهيت كتابة اربع نوفلز اربع روايات، وده طبعا انجاز عظيم. طيب انتبه كده معانا يا شباب باي وسنة ماضية خدت معها ماضي تام. طيب لو باي وسنة مستقبلية، يعني انت دلوقتي في 2020 لو قلت 2025 يبقى يجي بعدها ايه؟ مستقبل تام. تمام، السؤال رقم 12 after not she traveled abroad after
طبعا افتر يجي بعدها ماضي تام. طيب ما جاش بعدها فاعل، هنا بعد افتر ما فيش فاعل، فعلى طول هختار الجيروند. يبقى المفتاح بتاعي افتر، هاخد معاه graduating، يبقى after graduating she traveled abroad. تمام، انا مش عايز اطول الفيديو زيادة عن كده، وان شاء الله الحلقة التانية هتنزل بعدها على طول ونكمل مع بعض بقية اسئلة الجرامر. متمنية من الله سبحانه وتعالى ان يكون الامر بالنسبة لكم فيه فايدة كبيرة جدا، وان شاء الله لو متابع معايا بقية الجرامر دولت اسئلة كتيرة خالص، تقريبا 270 سؤال هنبدأ نحلهم مع بعض، وان شاء الله هتلاقي نفسك لميت كل جزئيات الجرامر المطلوبة منك ان شاء الله. شكرا لحسن المتابعه.